كل الأسئلة. كل الأسئلة. كل الأسئلة. على هل أف أم. كل الأسئلة. حياكم الله معنا متابعينا الكرام، ونستهل طرح أسئلة اليوم بالسؤال الأول: شو دور اللجنة التوجيهية لإدارة البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه، وهل تعاني السلطنة من تلوث المياه الجوفية؟ هذا السؤال متابعينا الأعزاء، وأسئلة أخرى بنطرحها للأستاذ محمد بن عامر الشيذاني، مدير إدارة التخطيط والدراسات بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وهو أيضا عضو اللجنة التوجيهية للبرنامج. مساك الله بالخير أستاذ محمد. مساء النور والسرور، أهلا وسهلا أختي العزيزة، حياك الله معنا في كل الأسئلة. يعني في البداية خلينا نتحدث عن البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه، واللي طبعا ربما البعض يعرف أنه جاء بناء على توصيات الندوة الثالثة لكراسي السلطان قابوس العلمية في 2014. تفضل. شكرا جزيلا على استضافة في البداية الحديث عن البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه. نعم. والذي تنبثق منه أيضا جائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه التي ينظمها المركز، مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، بالتعاون مع مجلس البحث العلمي، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا من خلال مجلس البحث العلمي. نعم. في البداية اسمحي لي أن أطلعك والمستمع الكريم على مصدر هذا البرنامج الاستراتيجي وأيضا مصدر الجائزة واللي أشرت إليه عرضا في مقدمتي. في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من عام 2014، وتحديدا يومين 2 و3 من شهر أكتوبر، نظم مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم الندوة الثالثة لكراسي السلطان قابوس العلمية المتوزعة في عدد من الجامعات العالمية، وذلك باستضافة من جامعة طوكيو التي تحتضن أحد هذه الكراسي، وهو كرسي السلطان قابوس للدراسات الشرق أوسطية. نعم. وكان عنوان الندوة وموضوعها الرئيسي إدارة موارد المياه لتنمية مستدامة. وقد يتساءل البعض لماذا تم اختيار موضوع المياه كعنوان لهذه الندوة. طبعا لعدة أسباب، أهمها الأهمية العالمية الكبيرة للمياه بشكل عام، وللسلطنة بشكل خاص لوقوعها في منطقة جافة من الكرة الأرضية، واعتمادها على المياه الجوفية ومياه التحلية للحصول على المياه. نعم. طيب. وأيضا هناك سبب آخر لاختيار هذا العنوان للندوة، وهو وجود كرسيان علميان من الكراسي 16 للسلطان قابوس المتوزعة في الجامعات كما أشرت، متخصصان في مجال المياه. الأول طبعا كرسي السلطان قابوس لإدارة الكمية للمياه بجامعة أوترخت الهولندية، والثاني كرسي السلطان قابوس للاستزراع الصحراوي في جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين. كانت الندوة في يومين، وراء حفل افتتاحها للأهمية، طبعا لأهمية الموضوع وأهمية الندوة، راح افتتاح الحفل كل مصاحب السمو الإمبراطوري ولي عهد اليابان وصاحب السمو السيد هيثم بن طارق السعيد وزير التراث والثقافة. وخصصت جلسات اليوم الأول من الندوة لمحور المياه، بينما كانت جلسات اليوم الثاني متنوعة بتنوع مجالات باقي كراسي السلطان قابوس العلمية. كما أشرت خرجت الندوة بالعديد من التوصيات المرتبطة بمجالات الكراسي المختلفة كالمياه واللغة العربية والدراسات الاستراتيجية، وحظيت هذه التوصيات باعتماد المقام السامي لسلطان البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وكان من بين التوصيات الخاصة بمجال المياه توصية خاصة بدعم وتمويل مشاريع وبحوث المياه واستحداث جوائز لها. طبعا من ضمن هذه الجوائز، من ضمنها جائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه التي أشرت لأن تم الإعلان عنها من خلال مجلس البحث العلمي، ويوم غد الثلاثاء 31 يناير آخر موعد لتلقي الترشيحات لهذه الجائزة. نعم. كون ان مجلس البحث العلمي هو جهة الاختصاص مجال البحث العلمي بالسلطنة، قام مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بالتنسيق مع المجلس حول آليات تنفيذ التوصيات المتعلقة بالبحوث والجوائز المرتبطة. نعم. بالمياه، وحيث ان تنفيذ هذه التوصيات طبعا راح يستمر ويستغرق سنوات طويلة،
ربما يمكن 5-6 سنوات حسب النظام المعمول به في مجلس البحث العلمي والآلية المتبعة معهم، يقضي بإنشاء برنامج استراتيجي لهذه التوصيات. لذا تم طرح الموضوع على هيئة مجلس البحث العلمي في اجتماعها الأول لعام 2016، وأقرت هيئة مجلس البحث العلمي إنشاء البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه ليتم خلاله تنفيذ هذه التوصيات. أشكرك جدا على كل هذه المعلومات اللي ذكرتها أستاذ محمد بإسهاب. الآن خلينا ننتقل لربما التحديات والمتغيرات المائية اللي تواجه السلطنة، وهي طبعا أكيد مش بمعزل عن الدول الأخرى، تشارك أكيد دول العالم بهذه التحديات. يعني هناك مواضيع متعلقة بانخفاض العائد الزراعي، هدر كميات كبيرة من مياه الأمطار سواء كان بالتبخر أو بضياعها في البحر، وعدم الترشيد في استخدام المياه، وأيضا هناك نقطة متعلقة بتلوث المياه الجوفية. خليني أسألك من خلال طبعا تتبعكم، من خلال وجودكم أيضا في هذا البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه وبحثكم عن الإشكاليات اللي تعاني منها السلطنة في هذا القطاع، هل تعاني السلطنة من تلوث في المياه الجوفية؟ لا أستطيع الجزم بدلوي في هذا المجال، كون المركز ليس جهة الاختصاص، وإنما يعني من خلال الأطروحات التي تناولتها اللجنة التوجيهية اللي راح أتطرق إليها بعد قليل. أعتقد هناك مشكلة كبيرة في ليس في مجال التلوث، وإنما في مجال شح المياه وقلة الأمطار وقلة المخزون الجوفي. فاللجنة التوجيهية لإدارة هذا البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه تم تشكيلها من قبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد المقر رئيس مجلس البحث العلمي. وكانت طبعا اللجنة رئاسة سعادة الأمين العام لمركز سلطان قابوس العالي للثقافة العلوم، وعضوية مختصين من مجلس البحث العلمي والمركز، وممثلين للجهات الحكومية والخاصة المعنية بالمياه في السلطنة، كوزارة البلديات الأقليمية وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكية وجامعة السلطان قابوس كونها تحتضن مركز أبحاث المياه، والهيئة العامة للكهرباء والمياه، و شركة تنمية نفط عمان لوجود إدارة متخصصة للمياه فيها، وأيضا شركة حياة للمياه. أعتقد من خلال الممثلين للجهات المعنية بالمياه بالسلطنة في هذه اللجنة التوجيهية سوف تطرح كل التحديات المتعلقة بمجال المياه، والتي يعني وكلت المهام وكلت وإيجاد حلول لها من خلال سواء بحوث أو ابتكارات أو استحداث جوائز للتغلب عليها قدر المستطاع. طيب دور اللجنة التوجيهية بشكل سريع أستاذ محمد يتلخص في شو بالضبط اللي انت عضو فيها؟ نعم، اللجنة وكلت من خلال قرار تشكيلها وكلت لها العديد من المهام، أذكر منها إعداد خطة تفصيلية للبرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه لدعم المشاريع والمبادرات البحثية المرتبطة بالمياه حسب ما خرجت به الندوة الثالثة لكراسة السلطان قابوس العلمية. من بين ذلك يعني يجب أن تتضمن الخطة التفصيلية هذه مشاريع ومبادرات مراكز بحوث المياه كمركز أبحاث المياه في جامعة السلطان قابوس، وأيضا الموجودة في الجهات الأخرى في السلطنة، وأيضا إذا كانت هناك مراكز أبحاث للمياه في خارج السلطنة، أيضا دعم المشاريع البحثية التي تقوم بها كراسة السلطان قابوس المتخصصة في المياه، والتي ذكرت لها في مقدمة الحديث، هي كراسة السلطان قابوس لإدارة الكمية للمياه في جامعة أوترخت الهولندية، وكراسة السلطان قابوس للزراعة الصحراوي في جامعة الخليج العربي في مملكة البحرين. وأيضا دعم مشاريع البحوث الاستراتيجية في مجال المياه التي تضم شركاء ومتعاونين دوليين. وأذكر على سبيل المثال آخرها، أجازت اللجنة ووافقت اللجنة على تمويل مشروع مقدم من مركز الشرق الأوسط لأبحاث المياه المتواجد في ولاية السيب، واللي طبعا قدم مشروع لإعلان أو إيجاد مسابقة لابتكار جهاز متنقل محمول صغير يمكن استخدامه
في حالات الطوارئ عند الحالات المدارية وغيرها، وقررت اللجنة الموافقة على تمويل المشروع بالتعاون مع الجانب الأمريكي، كون إنه هذا المركز مركز الشرق الأوسط لأبحاث المياه وجهة أمريكية موجودة في السلطنة. أشكرك. أيضا أيضا بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتضمن خطة البرنامج أيضا معايير لجائزة أفضل البحوث والابتكارات في مجال في علوم المياه، واللي تم ذلك من خلال تمنع من الحديث عنها. نعم صحيح. شكرا لك أستاذ محمد بن عامر الشيذاني، مدير إدارة التخطيط والدراسات بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، عضو اللجنة التوجيهية للبرنامج. شكرا لك. شكرا جزيلا. مع السلامة.